قال تعالى: فيه شفاء للناس. هل هذه الآية تعني أن العسل معالج أم سبب في العلاج؟ ده هنعرفه النهاردة مع خبير العلاج بمنتجات النحل وباحث في علوم النحل الدكتور محمدي عبد الحميد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ نورتنا النهارده. الله يبارك فيكي. اهلا بيك يا ست الكل، متشكره قوي. كنت عايزه حضرتك تفسر لي الايه دي. حاضر. فيه شفاء للناس. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين، وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وعلينا وعليكم وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في قوله تعالى فيه شفاء للناس، هذه العبارة لا بد أن نأخذها في الاعتبار أنها عطية من عطايا الله العظيمة للبشرية كلها حتى تقوم الساعة. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن بدأ الآية سبحانه وتعالى بقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فبدأ بدأت الآية بالوحي، فلا بد أن نعلم أن هناك معجزة لا حد لها، معجزة إلهية لا يستطيع الحد البشري أن يحيط، العقل البشري أن يحيط بها، فبالتالي تظل معجزة إلى يوم القيامة. وبالتالي يبقى فيه شفاء للناس، شفاء أكيد من كل الأمراض لكل الناس سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك لو جينا نشوف في 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 بالنسبة حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجل راح وقال له، أعرابي راح وقال له: يا رسول الله، إن أخي يشكو من استطلاق بطنه. استطلاق البطن اللي هو الإسهال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسقيه عسل. فالرجل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، سقيناه ولا ما يخفش؟ قال له: اسقيه عسل ثلاث مرات، وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أخوه ما خفش. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: صدق الله وكذبت بطن أخيك. هذا القول النبوي الشريف لابد أن نقف أمامه كثيرا. ليه؟ لأن معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يرجع هذا الصحابي ويقول للرسول ما خفش ثلاث مرات، والنبي يصر على أن اسقيه عسل، يبقى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم متأكد أن شفاؤه في شرب العسل. ولكن هناك خلل في الأمر، إما أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسقيه عسل وهو ما سقهوش، بمعنى ان دوكها خد لحسه، خد مقدار بسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اسقيه عسل. فاذا هنا الجرعه تبقى مهمه جدا 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 علشان التداوي بالعسل وبمنتجات النحل الاخرى. يبقى لازم اللي يداوي بمنتجات النحل بما فيها العسل لابد ان يكون خبير في الامر، اي لابد ان يكون باحث مطبق مجرب وبيوصل لنتائج، ومن خلالها بيقول ندي كذا بدل كذا. انما ولذلك في 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 روايه للحديث اخرى في الرابعه: سقاه فبرئ. سقاه، اي نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الوقت ده الطبيب المعالج للحاله. يبقى اذا لابد ان احنا نعرف ان العسل او المنتجات النحل الاخرى بدم ربنا قال فيه شفاء للناس، يبقى فيها شفاء أكيد بدليل إصرار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اسقيه عسل. ولكن يعني هي القضية في قضية الجرعة. يعني العسل نفهم من كده أن العسل ده يعتبر معالج. العسل معالج وليس مسكن. ولكن احنا بنقول دايما نقطة مهمة جدا في تناولنا للأمور بتاعة المنتجات العلاج بمنتجات النحل، بنقول يا ريت الناس تواظب على أنها تاخد الحاجات دي، العسل ومنتجات النحل الأخرى، تاخدها من قبل ما تعيا. فإذا خدتها من قبل ما تعيا ما تتعرضش الأمراض، وإن تعرضت هتبقى الأعراض أعراض طفيفة جدا، ماهيش قوية ولا هي شديدة، وبالتالي مش هيتعرضوا الأمراض عضال ولا أمراض فيها إعجاز زي ما بيحصل في هذا الوقت.
ولذلك احنا لو جينا نشوف في قوله تعالى فيه الشفاء للناس فيها ملمح آخر إعجازي. إيه هو؟ إنها العسل ومنتجات النحل الأخرى، هذه المنتجات وهذه المواد مواد مقوية للجهاز المناعي. ومشكلة الجسم الإنساني كلها ومشاكله الصحية كلها هي تنصب في نقطة الجهاز المناعي. ولذلك الدكاترة حاليا في الطب الحديث نجد أن زملائنا وأساتذتنا الأطباء يقولوا على بعض الأمراض دي أمراض مناعية ما بتخفش، ولذلك يعالجوها بكورتيزون وبأشياء خطيرة جدا جدا قد تؤدي إلى متاعب ونهار ما يعني بتبطلها المريض بترجع تاني. نعم، العسل النحل بيستخدم في علاج أمراض المناعة؟ ده هو أصلا علاج مناعي. الشمع علاج مناعي، حبوب اللقاح علاج مناعي، صمغ النحل علاج مناعي، الغذاء الملكي علاج مناعي، سم النحل من أقوى الحاجات اللي مقوية للجهاز المناعي. يبقى إذا ولذلك احنا أتوقف بس مع حضرتك عند سم النحل. الاسم نفسه اصلا يخلي مثلا انا بروح طب سم النحل ده ايه يعني، هل ده بيتعالج بيه ولا ده بيستخدم في ايه بالظبط؟ لا، سم النحل بنعالج بيه، ولكن هم بيقولوا سم ليه؟ عشان لو اتاخد بجرعات عاليه يسبب هرش وحساسيه وارتكاريا وممكن هبوط شويه كده. يعني دي جرعات محدده، لازم جرعات معينه، ولذلك حتى ربنا بيقول الرحمن فاسال به خبيرا، يعني مش اي واحد يكلمك عن ربنا، مش اي واحد يكلمك في حاجه زي كده. ولذلك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بيقول حديث جميل جدا يجب ان نلتفت اليه، بيقول لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى لازم اللي يكون بيعالج عليم، بدليل علمه من علمه، اي احاط به وعنده خبره فيه وجربه من علمه، وجهله من جهله، اللي ما يعرفش حاجه وما طبقش وما احطش بالناحيه العلميه مش هيقدر يعالج في 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 هذه النقطه. ولذلك بنقول لازم العلاج بسم النحل، العلاج بالعسل، العلاج بمنتجات النحل لابد ان يكون عالم وخبير في هذا المجال. طيب بالنسبه للعلاج خاصه ان احنا دلوقتي في ذروه كورونا، وحضرتك بتقول ان هو من الاساس هو علاج مناعي اصلا، يعني معنى كده المفروض ان مفيش بيت يخلى من العسل حاليا خاصه في الفتره دي. تمام. بالتحديد. تمام. طيب بالنسبه للمرضى، ان في طبعا عندنا مرضى سكري ومرضى قلب ومرضى حساسيه صدر. ايوه. بالنسبه طب هو بيستخدم ازاي في علاجهم؟ بالنسبه زي ما قلنا لحضرتك في مساله العلاج ديت لابد ان يكون خبير وراجل باحث وراجل مطبق وراجل مجرب ووصل لنتائج في هذه الامور وابتدى يعالج بيها. تعالي شوفي احنا بفضل الله لما بتجيلنا حالات وبنعالجها. مثلا الزئبقه الحمراء، مرض مناعي مستعصي في علاجه. لا، بدا ينتشر، كان في الاول بيظهر بنسبه يعني أيوة خفيفه شويه، لكن أيوة دلوقتي بدا ينتشر. دلوقتي ايه؟ اصبح مرض مستعصي، ما بيقدروش يعالجوه في الطب. وكل ما في الامر انهم بيدوا كورتيزون علشان تهدئه الحاله، واول ما بيوقفوا الكورتيزون الحاله ترجع تاني اصعب من الاول. بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز لكل داء دواء، يعني في تمام لكل داء دواء، ربنا ما بيخلقش مثلا مرض الا لما بيكون له مثلا دواء. ما هو نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا قلته في الاول، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى ما ينفعش واحد نحال ويروح معالج بحاجات النحل او يعالج بسم النحل، لا ده غلط. يعني زي مثلا من ضمن الحاجات اللي انا تحدثت فيها قبل كده مساله العلاج بسم النحل، في العلاج بالنحل مباشره، وفي العلاج عن طريق انهم استخلاص السم وبعد كده بيحقنوه، بيضيفوا عليه ماء مقطر او محلول ملحي ويحقنوه في الجسم مره تانية. الكلام ده انا قلته قبل كده وقلت ان ده انا بعتبره خطا شديد جدا جدا لسبب، وانا رفضت ان انا اتعامل بيه وعالج بيه من فتره طويله. احنا بدانا الاهتمام بالعلاج بسم النحل والتجارب بتاعته ومنتجات النحل الاخرى من سنه 77، وفضل الله رفضت ان انا اعالج بيه الحقن سم النحل لسبب، لان انا لما اجي استخلص سم النحل رغم ان انا ما كنتش هعمل زي ما هو موجود حاليا
جهاز بدائي بيحطوه عبارة عن لوح إزاز بسلوك متوصلة ببطارية 9 فولت، وبتثير النحل فبيقرص في لوح الإزاز، بيقشطوها ويعني يصفوه وبعدين يحقنوه في الجسم. دي طريقة خطأ، رغم ان انا اللي كنت الجهاز اللي هجيبه كنت هجيبه من بره من اوروبا، يعني جهاز حديث واستخلص منه السم بطريقه حديثه، لكن ما سمحتش لنفسي اعمل ده. ليه؟ لان معنى ان انا اعمل ده لازم اخد السم واوديه لشركه ادويه عشان اعمل له عمليه تعقيم. طبعا وعمليه التعقيم دي لازم تروح شركه ادويه، لان بتتعمل عليها تجارب كثيره جدا بحيث ما يبقاش فيه ميكروب واحد في الـ في الـ في الحاجه دي. طبعا دول بيجوا ياخدوا السم بالطريقه البدائيه دي ويحقنوها بجسم الانسان، ممكن يعرضوه لمشاكل كثيره جدا، لان بيديله في الوريد على طول، ودي طريقه خاطئه. لكن احنا بنعالج بلسع النحل نفسه، وبعدين العلاج بالنحله نفسها، العلاج بالنحل نفسه بيسمح لي ان انا اعمل حاجه كويسه جدا. يعني لو واحد بيشكي لي بالام متفرقه في الجسم، بدل انا ما اديله جرعه او جرعتين في مكان واحد بالحقن، لا انا بديله بالنسبه للنحله بديله في اماكن، في اكتر من مكان، 5 6 اماكن، وبتحكم في الجرعه نفسها اللي انا بديها. يعني انا بدل ما بشك النحله واسيب الابره بتاعتها بكيس السم ينزل كل الماده اللي فيه، لا انا بتحكم فيها، بدل ما اسيبها دقيقه بديها 5 ثواني، بديها 4 ثواني، بديها 10 ثواني، على حسب الحاله اللي قدامي. ففي الاول ما بديش اكتر من 3 ثواني او 4 ثواني، وبنشيل الابره بكيس السم وبدي في اكتر من مكان، ويقوم المريض من تحت ايدي زي الفل ومستريح جدا، الامه كلها اتشالت. تعالي شوفي لو على سم النحل مثلا خشونه الركبه، برضو بندي لسعتين في الركبه او 3 على حسب الاعراض اللي بيشكي منها المريض. بعد دقيقه واحده بقول له اطلع السلم، بيطلع السلم عندي في المركز وينزل. كذلك برضو عرق النسا، الالتهاب العصب الوركي. يعني كان في حالات راحت لحضرتك وتعالجت؟ كتير كتير. احنا بقالنا دلوقتي يعني داخلين على 30 سنه علاج في ال. طب ما في الم المفاصل والعمود الفقري، كل ده بينتهي. وحضرتك بالنسبه لالام العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري والانزلاق بتاع العمود الفقري، بقول للمريض تعالى لي وفيك الالم، ما تجيش واخد مسكن، لا تعالى لي وفيك الالم. بعد دقيقه واحده او دقيقتين بفضل الله بيركع ويسجد قبل ما يخرج من عندي من المركز. ده بالنسبه للي عنده الانزلاق الغضروفي. بالنسبه للي هو ما بيقدرش يرفع كتفه، حالات كتير قوي قوي قوي. رسام مشهور كان بيتعالج عندي في اسكندريه، ومصورين الحالات دي كلها قبل وبعد، ما كانش بيقدر يرفع كتفه ايده خالص. بفضل الله 3 نحلات، وصورته قبل وصورته بعد، وعلى تليفوني موجود معايا حاليا. بفضل الله رفع ايده بعد دقيقه واحده، رفع ايده في جميع الاتجاهات، يعني مش رفعها كده بس، ده رفعها ورا دماغه، رفعها ورا ظهره، ودي من اصعب الحركات اللي ممكن الانسان يعملها بالنسبه للكتف. تعالي شوفي حضرتك برضو الأمراض الجلدية. الأمراض الجلدية برضو بنعالج الأمراض المستعصية. ده كل ده علشان بفسر لك في كلمة فيه شفاء للناس يعني إيه؟ يعني لازم يكون فيها شفاء لكل الأمراض. بس زي ما بنقول وبنرجع لحديث حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علم وجهله من جهله. تعالي شوفي حضرتك الصدفية بتتعالج وتخف وتبقى تمام زي الفل، رغم ان في حالات جتني يعني من اول الشعر لحد صباع الرجل. جميع الامراض معالج لجميع الامراض، معالج لجميع الامراض، سواء كانت جلديه، سواء كانت امراض بطنه، سواء كانت الانيميا. الانيميا بنعالجها بسم النحل. طب بصراحه دكتور كده تقول لي مين ممنوع الاقتراب من استخدام العسل ومنتجاته؟ لا ما نقولش زي ما بعض للاسف واساتذه كبار طلعوا وقالوا في ناس ما المفروض ما تاخدش العسل ويحصل لها منه حساسيه وحاجات زي كده. لا لا لا، العسل بدام عسل نقي 100% ومش مغشوش، كل الناس تاخده. تعرف ازاي انه مش مغشوش؟ ما هو دي بقى اللي نعرف ازاي مغشوش او مش مغشوش.
دي ملهاش اي تجارب تتعمل في البيت. علشان كده انا بنصح الناس اللي هم بيعملوا التجارب اللي هي المنزلية دي، بنقول لهم التجارب المنزلية دي غير سليمة، والتجارب المنزلية بتقيس حاجة معينة علمية في النحل. ايه هي؟ بتقيس الكثافة او اللزوجة اللي موجودة في النحل، اللي موجودة في العسل. طبعاً. يبقى اذا حضرتك لو عملتي شربات بتاعة البسبوسه للاسف يعني وقتنا خلص بصراحه، وقتنا خلص، واتمنى ان حضرتك يعني ان شاء الله في لقاء يعني. بشكر حضرتك جدا النهارده وسعيده جدا بوجود حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بكده، هنكون نهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد.